بالنسبه لمنتخبنا الاولمبي في هذه المباراه ان شاء الله يفرح كل الشعب المصري ويتعدى الاحباطات اللي موجوده الحقيقه من منتخبنا الوطني الاول. هنتكلم كتير طبعا عن المنتخب الوطني الاول ولكن في حلقه بكره ان شاء الله، لان احنا النهارده ما عندناش وقت وما عندناش كلام كتير نقوله غير عن المنتخب الاولمبي ان شاء الله ان شاء الله، اللي يحجز البطاقه الثانيه ليتاهل الى اولمبياد طوكيو في حاله فوزه النهارده على منتخب جنوب افريقيا. خلينا نروح لجرافيك هذه المباراه. مشوار مصر في هذه البطوله كان بدات هذه البطوله في المباراه الافتتاحيه ما بين منتخبنا الوطني ضد منتخب مالي وفاز منتخبنا الوطني بهدف مقابل لا شيء. يوم الاثنين كانت المباراه الثانيه وفاز منتخبنا الوطني على منتخب غانا بثلاثيه مقابل هدفين بعد مباراه ماراثونيه ومباراه الحقيقه كانت رائعه من ناحيه منتخبنا الوطني الاولمبي. ثم الخميس كانت اخر المباريات واستطاعت مصر ان تفوز على منتخب الكاميرون بثنائية مقابل هدف وتتصدر هذه المجموعة بالعلامة الكاملة 9 نقاط. اللي بعد كده مشوار جنوب افريقيا في هذه البطولة، جنوب افريقيا طبعا تاني المجموعة الثانية، تعادلت سلبيا في أولى مبارياتها مع منتخب زامبيا ثم فازت على كوت ديفوار بهدف مقابل لا شيء وتعادلت سلبيا مع منتخب نيجيريا لتتأهل ثاني في هذه المجموعة لتقابل المنتخب الفائز بالمركز الأول في المجموعة الأولى وهو منتخبنا الوطني. ده جدول ترتيب المجموعة الأولى، مصر في المركز الأول بالعلامة الكاملة 9 نقاط، غانا في المركز الثاني ب4 نقاط، كاميرون في المركز الثالث ب4 نقاط أيضا، ومالي في المركز الرابع والأخير ب0 من النقاط. أما المجموعة الثانية كوت ديفوار في المركز الأول ب6 نقاط، وجنوب إفريقيا في المركز الثاني ب5 نقاط، ثم نيجيريا في المركز الثالث ب4 نقاط، وزامبيا في المركز الأخير بنقطة واحدة. منتخبنا الوطني بقيادة الكابتن شوقي غريب المدير الفني، عمر رضوان، عمر صلاح، محمد صبحي، أسامة جلال، محمود الجزار، أحمد رمضان بيكم، محمد عبد السلام، أحمد أبو الفتوح، كريم العراقي، أكرم توفيق، غنام محمد، عمار حمدي، ناصر ماهر، محمد صادق. أما خط الهجوم رمضان صبحي، إمام عاشور، عبد الرحمن مجدي، مصطفى محمد، صلاح محسن، أحمد ياسر ريان، وناصر منسي. دي قائمة منتخبنا الوطني الأولمبي.